السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء اليوم 29 من رمضان. اللهم ارزقني ليلة القدر، وسير لي كل عسر إلى يسر، وأقبل معاذيري وحط عني الوزر، يا رحيما بعباده المؤمنين. ثواب هذا الدعاء: من دعا به بني له 1000 مدينة في الجنة من الذهب والفضة والزمرد واللؤلؤ. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.